بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم في محاضرة اليوم، وما زلنا في شرح متطلبات ومعايير السلامة والصحة المهنية في الراعي الصحي Safety and Healthcare. اليوم إن شاء الله هنتعرف لكيفية التخطيط والخطة الاستراتيجية عشان نعرف نخطط للسلامة، نعرف أن الخطط بشكل عام، ونشوف نموذج لـ Safety Plan، خطة للسلامة بإذن الله تعالى. أتمنى الناس تشارك وإن شاء الله تستفيد استفادة حقيقية من هذه المتطلبات لأنها مهمة. بنسمع عن التخطيط لكن ما بنعرف نخطط. أحيانا في ناس مفهوم التخطيط ما يعرفوه. هل التخطيط والخطط الاستراتيجية والخطط التشغيلية الاستراتيجيك والأوبريشن كلها هل متعلقة بالإدارات فقط؟ لا، في أي مستوى نحن ممكن نخطط، ممكن نخطط لإنتاج منتج جديد، ممكن نخطط ل مثلا تسويق منتج، ممكن نخطط لتحسين عملية بتاع التحسين والتطوير. فالتخطيط على أي مستوى، إذا كان تخطيط قصير المدى أو متوسط أو طويل المدى، إذا كان خطة استراتيجية أو تشغيلية أو خطة تكتيكية. عموما كده نعرف الخطة بشكل عام هي وثيقة بتلخص لنا كيف نحن ممكن نحقق الأهداف، تحقيق الأهداف اللي بضاعة مثلا الإدارة العليا يضعوها الإدارة العليا في مؤسسة ما. وبتتضمن الخطط دي تخصيص الموارد، إذا كانت موارد بشرية أو موارد غير بشرية، human resource عن human resource، وكيف نضع الجداول والتوقيتات، وأي أعمال أخرى نحتاج لها في أهدافنا. أما كلمة استراتيجية هي بيعتبروا إنها الآلية بتاعت تحقيق الأهداف، خاصة الأهداف بعيدة المدى اللي هي بتعتبر جوهر الإدارة الاستراتيجية، اللي انبثق منها ما يسمى بالخطة الاستراتيجية. يلا، يبقى الخطة الاستراتيجية هي عبارة عن خطة شاملة. طيب، نواصل إخواننا. طيب، عرفنا أو يعني تناولنا مفهوم التخطيط بشكل عام. قلنا الخطة الاستراتيجية، الخطة بشكل عام. تكلمنا عن الخطة بشكل عام، بعد ذاك تكلمنا عن الخطة الاستراتيجية، أو بدأنا نتكلم في الخطة الاستراتيجية. الخطة الاستراتيجية تعتبر الخطة الشاملة اللي بتضع المنشأ عشان تحدد كيف نحن وكيف المؤسسة تنجز رسالتها وأهدافها. وبتتضمن إن نحن نحدد الرسالة تحت المنظمة وأهدافها، تكون بشكل واضح وبشكل دقيق وقابلة للتحقيق ضمن الموارد المتاحة وفي الوقت الحاضر. كذلك خطتنا الاستراتيجية لازم من خلالها نحن نضع رؤية واضحة واقعية لمنظمتنا، تتضمن الوجهة المستقبلية والأهداف وكل الآمال والطموحات بتاعتنا نحن كمنظمة، بالتالي عشان نقدر نحقق to achieve the goals، عشان نحقق أهدافنا. الخطة الاستراتيجية هتتضمن تحليل، أساليب بتاع التحليل من ضمنها
استخدمه عن SWOT Analysis، نظام تحليل SWOT اللي هنتعرف عليه عمليا بعد شوي. يلا، التحليل ده يحدد ويصف بشكل دقيق لجوانب القوة والضعف في البيئة الداخلية وفي البيئة الخارجية للمنظمة اللي بتشكل الموارد البشرية والمادية وتحديد الفرص والتحديدات وكذا، وتشكل أي إذا كان هنالك أي مخاطر وهكذا. طيب، فبالتالي أي مؤسسة لازم تعرف تخطط، وأي فرد لازم يعرف يخطط. التخطيط من الأسس ومن المتطلبات المهمة جدا لأي فرد على أي مستوى. طيب، الموظف يشارك في الخطة، المشرف يشارك في التخطيط، الإدارة تشارك الآخرين في وضع الخطط إذا كانت استراتيجية أو تشغيلية. ليه؟ لأنه كل ما كانت هناك مشاركة في وضع الخطط، كل ما كانت هناك الخطط يعني اشتملت على المتطلبات والأشياء والتفاصيل اللي ممكن تكون يعني في واقع العمل وفي حجم ونوع الأنشطة وفي واقع التحديات وواقع المشكلات وهكذا. طيب، ده تصور لخطة استراتيجية نركز فيها. بعد ذلك نشوف نموذج لخطتنا الاستراتيجية والخطة تحت السلام. طيب، أي حد ممكن يسأل نفسه مين اللي بخطط؟ طيب، قبل كده أنا شفت خطة ولا لا؟ طيب، الخطط دي هل بتنفذ وفق ما هو مطلوب؟ إذا كانت بتنفذ، ما هي النتائج على أرض الواقع؟ طيب، بنسمع بأن مؤسسات بتخطط، هل هو ده نتاج التخطيط؟ طيب، كل الكلام ده نحن كده بعد ما نشوف مكونات هذه الخطة. طيب، إذن علينا أنه من خلال خطتنا الاستراتيجية، بعد ما تعرفنا على الخطة والاستراتيجية وبعد ذلك عرفنا مفهوم الخطة الاستراتيجية، علينا أنه نرسم الصورة اللي هتبقى عليها المؤسسة أو الشركة. يعني إذا قلنا ده نموذج لشركة مثلا X، شركة Y، شركة كذا. طيب، فنخط أي نموذج لأي شركة، فبالتالي هنا نقول من خلال هذه الخطة الاستراتيجية بتاعتنا نحن عايزين نحقق الأهداف، نحن عايزين نحدد رسالة المنظمة، نحن عايزين نوضح كل أهدافنا بشكل دقيق وقابل للتحقيق ضمن الموارد المتاحة في الوقت الحاضر وهكذا. إذا قلنا ده نموذج لشركة X. طيب، فبالتالي هنستخدم التحليل الرباعي مثلا، نحدد مثلا أي شكل من الأشكال مين هو اللي مسؤول من المشروع وأعضاء المشروع وأعضاء أو الإعداد، مين مسؤول من الخطة الاستراتيجية، ممكن يكونوا 4 ممكن يكونوا 5 بواسطة الإدارة العليا. طبعا لازم الإدارة العليا تكون مشاركة تمام في الخطة الاستراتيجية وهي المنوط بها أصلا وضع الاستراتيجيات دي. طيب، نتعرف على قالب الخطة. قالب الخطة فيها هذه المسائل اللي واضحة أمامنا تمام. في تقييم قبلي، من خلال التقييم القبلي دي نحن هنحدد أين نحن الآن، يعني هنقيم وضعنا الراهن. طيب، عشان نعرف أين نحن الآن هنعمل مسح لبيئتنا، نعمل مسح لبيئة العمل والانفايرومنت. طيب، لازم تكون في معلومات مرجعية، فبالتالي نحلل وضعنا، وهنا هنستخدم الأسلوب بتاع التحليل الرباعي اللي هنشوفه بعد شوية. التحليل الرباعي ده من خلاله نحن بنحدد نقاط القوة، نقاط الضعف والفرص والتحديدات. طيب، عشان نعرف شنو؟ عشان نعرف أين نحن الآن، يعني تقييم وضعك الراعي. لو ما عملت إسكان للبيئة ما هتقدر تعرف أنت وين. طيب، نيجي بعد ذلك نحدد الاتجاه. قبل شوية نحن قلنا الخطة الاستراتيجية هي الخطة الشاملة اللي بيتم وضعها عشان نحدد كيفية إنجاز المنظمة لرسالتها وهدفها، وبتتضمن هذه الخطة تحديد رسالة المنظمة وهدفها تكون بشكل واضح وبشكل دقيق وقابلة للتحقيق ضمن الموارد المتاحة تمام،
وبعدها تضع رؤية واضحة واقعية للمنظمة بتتضمن وجهة المنظمة المستقبلية. بعدها هنالك أهداف وآمال وطموحات لاحقة. تمام؟ طيب، فبالتالي نحدد الاتجاه. طيب، لما تجي دار تحدد الاتجاه، لازم هنا لما قلت أين نحن الآن، هنا هتيجي تقول أين نريد أن نكون. إحنا ماشيين لين، فهنا هيكون هدفك. أنت ماشي وين، ده هيكون هدفك. فهنا هتيجي تستطلع استطلاع المستقبل، استشراف المستقبل اللي بتسمعوا به الآن. طيب، لازم تحدد المسار بين الحالي والمرغوب. أنت كنت هنا، والمرغوب شنو لازم تتوضح، يعني تلاؤم مع الإمكانات والقدرات، مراقبة الفجوات وهكذا. تمام؟ طيب، نجي بعد ذلك لمعالم الطريق. أنت حددت الاتجاه، دارت من خلال ذلك لازم نحدد معالم الطريق. بماذا نبدأ؟ ما هي الأولويات؟ رعيتي أولوياتنا نحددها، من الموارد ما هي الأولويات، من وضع مثلا الناس اللي حيخططوا، ولا تحقيق الموارد، تجهيز الموارد اللي محتاجين لها، ولا المهم تحديد كل الاختيارات اللي انت عايزها حتضعها في شكل أولويات. فبالتالي هنالك رؤية، هنالك رسالة، هنالك قيم، هنالك توجهات أخرى. إذن هترسم الإجراءات المطلوبة من خلال فهمك لمعالم الطريق، كل البروسيجرز، كل الإجراءات، هتحدد وجهتك. أنت عندك رؤية ورسالة وأهداف، وعندك قيم. طيب، هنا لازم تشوف في هذه المرحلة. بعدك تجي للإجراءات التنفيذية. يلا، هنا هيكون في تقييم بتاع أداء، هنا هتكون في أهداف، هنا هتكون في مؤشرات، هنا هيكون في تفاصيل تخص معرفة المتطلبات التنفيذية للمشروع. طيب، إذن في الإجراءات التنفيذية كيف نحقق ذلك؟ الطريقة اللي هنحقق بها أهدافنا ومتطلبات إدارة الأداء. إذن هتستخدم آلية بتاعت مؤشرات أداء، ممكن تستخدم KPIs، Key Performance Indicator، قياس مؤشرات أداء وقياس مؤشرات نتائج، مشروعات، مبادرات. وهنا عايزين نحن نطبق الخطة التنفيذية بتاعنا. تمام؟ طيب، طبقنا، بعدك نشوف كيف نحن بعد تطبيق الخطة، تقييم البعد والتقويم المستمر. إذن هيكون هنالك متابعة. إحنا بقينا وين؟ في متابعة الأداء وفي التقييم البعدي لازم نراجع التقدم، لازم نراجع النتائج، لازم نراجع تنفيذ الخطة. إذا كانت هنالك أخطاء لازم تكون هنالك إجراءات تصحيحية. تمام؟ ولازم يكون في تغذية راجعة، فيدباك من الخطة بتاعتنا وتنفيذها. واضح؟ طيب، ده قالب الخطة أو ده المسار بتاعنا، وزي ما بيسموه خارطة الطريق لمراحل التخطيط الاستراتيجي. طيب، نحن قلنا الخطة دي ليه؟ شركة إكس. طيب، تحليل بيئة العمل. قبل شوية تكلمنا إنه الخطة فيها تحليل للبيئة، هنالك بيئة داخلية وهنالك بيئة خارجية. طيب، البيئة الداخلية هنا حتتناول لنا نقاط القوة والضعف للشركة، تركيز على الموارد والإمكانات المادية والتجهيزات والمباني والبنية التحتية بشكل عام، وبيشمل كل أنواع الشركات الذكية والشركات الأخرى والمتعاونين والداعمين والمستفيدين. طيب، ده بالنسبة لإنه في البنية في البيئة التحتية نقاط القوة والضعف للشركة، من خلال تركيزك على مواردك وإمكانياتك المادية والتجهيزات وكده. لما نجي نشوف نموذج أو تفاصيل لنقاط القوة والضعف إن شاء الله حنتوضح أكثر. طيب، البيئة الخارجية، البيئة الخارجية بتناول تحليل الفرص والتهديدات، زي سوق العمل، المنافسين،
والاتجاهات الاجتماعية والثقافية والأوضاع الاقتصادية. من أمس كنا بنتكلم عن الـ Context of Organization، صياغة المنظمة للقضايا الداخلية والخارجية. فبالتالي القضايا الخارجية دي لو ما عملت حسابك حتكون بالنسبة لك مهددات، هنالك فرص وهنالك تهديدات. فالقضايا الخارجية زي سوق العمل، منافسين، اتجاهات، الوضع الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، السياسي، التكنولوجي، كلها هي أوضاع ممكن تؤثر عليك إذا ما خططت لها. طيب لما نجي نعمل قالب كده وملخص لجدول التحليل الرباعي، تقول البيئة الداخلية internal environment، نقاط القوة strengths، ونقاط الضعف weaknesses، وفي الاستيرن انفايرمنت البيئه الخارجيه هتيجي تضع الاوبورتونيتيز الفرص والتحديدات السفيت. طيب كده خلونا نضع اشياء هنا في القالب دي. طيب عشان نقول يا اخي والله دي خطتنا الاستراتيجيه، كده نقول نقاط القوه. اذا كنت عندك مثلا، هو اصلا نقاط القوه ليش يعني، قبل ما نقول يعني امثله لنقاط القوه، أول ما تقول نقاط القوة لازم تسأل نفسك شنو هي مصادر قوتك؟ هل أنت عندك ميزة تنافسية تقدر تنافس بها في سوق العمل المتسارع المتغير؟ فبالتالي من مصادر قوتك مثلا عندك موظفين ليهم كفاءة فعالية، موظفين ثقافتهم عالية. من نقاط القوة ممكن يكون عندك علامة تجارية قوية. نقاط قوتك مثلا موقع الشركة بتاعتك ممتازة في مكان مميز، في ناس في شركات مواقعها ما مساعدة لأنها توزع منتجات أو خدمات. من نقاط قوتك مثلا علاقتك جيدة مع العملاء. طيب ها الويكنسز، نقاط الضعف، ها شنو هي العوامل اللي هتؤثر عليك سلبا كشركة كمنظمة ككذا؟ طيب الحاجات اللي بتأثر عليك سلبا، فانا السوات اناليسيس ده ممكن نستفيد منه في حياتك الشخصيه، ما بالضروره بس في الاهداف الاستراتيجيه ولا في العمل ولا كذا بس، لا. واضح يا سعد؟ طيب يلا، نقاط الضعف ممكن يكون مشاكل مثلا في السيوله، مثلا صعوبه مثلا، او في تكلفه الايجار عاليه مثلا، ما قادرين نوزع منتجاتنا لخارج الدولة أو للمناطق البعيدة مثلا، كلها نقاط ضعف. مثلا ما قادرين ننافس في السعر، الشركات دي بتنافس في السعر، احنا ما قادرين ننافس، دي نقاط ضعف. تمام، وهكذا. نقاط ضعف ممكن تكون ما حصل لها، لكن نحن على سبيل المثال. تمام، في صعوبة في رصد البيانات وتسجيل البيانات مثلا، دي واحده من نقاط الضعف، وهكذا. طيب نجي نضرب امثله لتحليل البيئه الخارجيه. عندنا الاوبورتونيتيز، الفرص. اول ما تقول كلمه فرصه لازم تعرف انه من خلال الفرص انت عايز تعرف كيف ممكن تعزز وتطور نجاحك. يعني فرصه حتغتنمها عشان تحسن وعشان تمشي لقدام. والفرصه انت دايره لشنو؟ فرصة عشان تكون حاجة تضيف لك قيمة، حاجة زيادة، حاجة كويسة. تمام؟ طيب لازم تعرف شنو هي الفرص اللي عندك. حتى إخواننا في فرص داخلية، في فرص خارجية، في فرص داخلية برضو ما ننسى، ما الفرص في البيئة الخارجية بس، الفرص حتى في الداخلية، والمهددات حتى في الداخلية في مهددات. تمام؟ في الفرص ممكن تقول ولاء العملاء مثلا، دي فرصة بالنسبة لك إذا العملاء عندهم ولاء لك. أنت ما تقول يا أخي أنا نازل محل جوجل أصلا وأقوم أشتغل زي ما أنا داش. ففرصة ولاء العملاء تستغلها بالجودة وبمزيد من الرضا. من الفرص مثلا زيادة الطلب على منتج. من الفرص مثلا عندك فرصة لشراكة مع جهات تانية تستفيد منها، تعمل بنشمارك، تقدر تعمل مشورة علمية وتبادل خبرات. من الفرص مثلا انك
تكون قادر على إنك تخلق منتجات جديدة وخدمات جديدة. طيب الثريات، المهددات والتحديدات. تحديدات، لازم تعرف الأشياء اللي ممكن تؤثر عليك. سلبا، حتى في أشياء تأثيرها حيكون إيجابي، لكن التحديد ده حيحدد نشاطك، حيحدد أهدافك، حيحدد عملياتك. فتحديدات ممكن تكون مثلا حملة إعلانية جديدة من المنافسين، ده بالنسبة لك مثلا مهدد. تحديدات مثلا تكون هنالك منتجات مماثلة في السوق من منافسين. التحديدات ممكن تكون مغادرة موظفين عندهم كفاءة وفعالية في المؤسسة. وزي ما قلنا انت لما تفقد موظف يعتبر فقدت اصل من اصول المؤسسة، ما يعتبر انك فقدت قيمة، ما حد حيمشي وحيجي غيره، لا. يبقى تحليل السوات أنالسيس ده أسلوب تحليلي عشان نقدر نحدد متطلباتنا من خلال معرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، وبالتالي هو أسلوب فعال بيساعدنا في معرفة سياق عمل المنظمة وإننا كيف نحن نبني استراتيجية بشكل واضح. ويساعدنا الكلام ده على التفكير والتفكير المبنى على المخاطر وإنه نحن نقدر نغتنم الفرص. طيب لازم تكون هنالك مثلا مرجعيات قياسية، تمام؟ هنا نقصد بها الجهات ذات النشاط المماثل المطلوب إجراء عملية مقارنة، عملية مقارنة لأداء المؤسسة الحالية بأداء المؤسسات الأخرى. طيب من حيث الجودة، من حيث الكفاءة، من حيث كذا، تمام؟ فحتحدد أفضل الممارسات والنتائج الحالية بالمقارنة مع ممارساتك وبالمقارنة مع النتائج بتاعتك عشان تعرف كيف أنت تحدد وتحقق أهدافك ويكون عندك أداء جيد، تمام؟ وتحدد بعد ذاك الفوارق والفجوة ما بين مؤسستك والمؤسسات الأخرى. لازم تحدد في التفكير الاستراتيجي أو في التحليل الاستراتيجي أو التخطيط الاستراتيجي، لازم برضو تضع في اعتبارك الممارسات المثلى، ودي بيعتبر إنها أساليب بتاعت عمل وطرق الأداء بتدخل في طبيعة النشاط وأشياء أخرى زي نوعية الحوافز والمكافآت، ودي كلها بتساعدك في إنك تكون أكثر كفاءة وفعالية عشان تصل لأفضل المخرجات. طيب عشان تصل لأهدافك وتقدر تحفز الآخرين نحو تحقيق الأهداف، وبالتالي عندك وقت، عندك جهد، عندك تكلفة، عايز كل الحاجات تكون موفقة. لازم تشوف أفضل الممارسات وتحاول تأخذها كنموذج وتستفيد منها، best practices، تستفيد، تعمل benchmark. طيب تحليل الفجوة، تعمل gap analysis. في تحليل الفجوة هنا هتتعرف الفرق، هتعرف الفرق بين وضعك الراهن، وضعك الحالي يعني، والمستقبل، تمام؟ بتحلل بيئتك الداخلية والخارجية، هتعرف أين أنت الآن والوضع الأمثل المرغوب، أنت عايز تكون وين، أنت عايز هدفك هو شنو، عايز تمشي نحو هدفك كيف. فبالتالي تحلل الفجوة بين المؤسسة الحالية ونظيرات من المؤسسات الأخرى المرموقة، تشوف الجاب بينك وبينهم كم، بدر شنو يعني. بتسمع بكلمة الرؤية برضو في الخطة، لازم تكون عندك رؤية. الرؤية هنا نحن بنصيغها بعبارات قصيرة واضحة، والرؤية دائما بتصف حاجة في المستقبل، حاجة كويسة، حاجة أفضل إن المؤسسة تكون عليها في المستقبل. يعني ما في رؤية تكون مثلا مصممة على إنها تكون حاجة مثلا سيئة، لا، بتصف حاجة في المستقبل دائما
حاجة أفضل، أن نكون خيارا أفضل من حيث تقديم خدمات كذا. والرؤية بتاعتك دي تعتبر بالنسبة لك حلم مستقبلي أنت بتطمح لتحقيقها وبتصيغها بدقة وبعناية، بتحددها بزمن مثلا من 5 ل10 سنوات أو أكثر مثلا. طيب الرسالة، رسالتك أنت كمؤسس، مفترض الرسالة لازم تكون معبر، تكون مقنعة وبليغة، وتكون موجزة، حاجة تكون مختصرة يعني. ها يلا، في رسالتك هتستند للرؤية، الرؤية بتاعت المؤسسة حاليا أنت عليها، رؤية المؤسسات اللي بتنتمي لها، ها، وتضع في اعتبارك المستفيدين، يعني لازم تضع في اعتبارك المستفيدين الكاستمر بتاعينك لتقديم خدماتك والنماذج المتوقعة من كسبك للعملاء. في القيم برضو ضمن الخطة دي بتوضح التوجه العام للمؤسسة وبتعبر عن روح المؤسسة، ها، وكذلك تحدد الرؤية والرسالة من خلالها. طيب الأهداف الاستراتيجية، يلا هنا هتحدد قائمة بأهدافك الاستراتيجية تكون مصاغة بذكاء. طبعا أنت بتسمع بأن الأهداف لازم تكون ذكية، السمارت جولز، قابلة للتحقق وواضحة ومحددة وقابلة للقياس وكذا، مش كده؟ طيب فبالتالي هنا الأهداف الكبرى للمؤسسة تكون أنت صيغتها بذكاء، مبنية على الطموحات والاحتياجات، وتكون داعمة لرؤيتك ورسالتك وقيمك المستقبلية والسابقة. هنا يفترض هذه الأهداف أنها تكون طموحة، وهذه الأهداف طبعا ليس بالسهل الوصول لها لكن ما مستحيلة، فأنت قادر أنك تحققها. لازم أهدافك دي تكون واضحة ومحددة وقابلة للقياس، وقابلة للتقييم والتقويم، وقابلة للمراجعة، تكون محددة ومربوطة بزمن، محددة بزمن. طيب بعد ذلك تجي في ضمن خطتك ما يسمى بالمبادرات، الانيشيتيف، هي إجراءات تنفيذية، مبادرات من مدراء، مبادرات من موظفين، من كذا. فإجراءات تنفيذية هي تؤدي لتحقيق أو تساعدك في تحقيق أهدافك. يلا، المبادرات في كثير من الأحيان بتكون في شكل مشاريع أو برامج، عشان تحقق أهدافك الاستراتيجية. لازم ضمن خطتك كذلك تكون في مؤشرات أداء، performance indicators، مؤشرات أداء مربوطة بزمن ومخرجات. هذه المؤشرات بتقيس النجاح والتقدم في تنفيذ أي مبادرات عشان تحقق أهدافك الاستراتيجية. ولكل مبادرة بتكون في خطة عمل تنفيذية بسموها الأكشن بلان. يلا، الخطة دي بتحدد منو اللي هيفعل الإجراء المعني والمشروع المعني، وهيقوم بماذا، وماذا يفعل، ومتى سيفعل، ومتى سينتهي. يلا، تستخدم هذه النماذج المرفقة في إنك تعمل مؤشرات. لما نيجي نشوف النموذج المعبى إن شاء الله نستفيد أكثر. طيب، مبادرات سريعة تحقق نتائج مباشرة أو قصيرة المدى، هنا حيكون من خلال فهمك ليه تأثير مباشر بيتوقع إنه يبدأ من عملية التغيير ويؤدي للحصول على نتائج فورية سريعة خلال فترة قصيرة من الزمن بجهد وتكلفة أقل. طيب الموارد بتاعتك، يلا هتشوف ضمن خطتك مواردك زي ما ذكرنا في البداية، موارد بشرية وموارد غير بشرية. الموارد البشرية تحدد كفاءتهم وأعدادهم ونوعيتهم اللي أنت عايزهم في تحقيق الأهداف، الموازنات المالية التقديرية المتوقع، البنية التحتية بتاعتك ضمن الموارد، المرافق والتجهيزات وكذا وكذا، لازم تضع في خطتك. تمام، بعد ذلك سلسلة الخطط التنفيذية المطلوبة للتحسين تجي تضع في شكل جدول، تمام، عشان تجي تسد الفجوة. انت ما عندك فجوة، عندك جاب، فهتجي تحدد مثلا قائمة بخططك التنفيذية المطلوبة
والجهات المنفذة والأهداف والأطر الزمنية عشان تقدر تحققها. طيب هتقول مجال الخطة التنفيذ مثلا، العمل المطلوب، الجهة المنفذة، مين هو المسؤول المباشر عن الخطة، شنو هو الهدف، الأهداف الاستراتيجية بتاعتك، متين هتبتدي، زمن الابتداء وزمن الانتهاء. ما أفتكر الموضوع ده صعب، بس نحن على هذا القالب نطبق. طيب بعد ما كده اتعرفنا على قالب هذا القالب الفارغ والنموذج، كده نشوف نموذج لخطة بتاعت سلامة لإحدى المؤسسات، تمام، من ممارسات عالمية، دي خطة استراتيجية للسلام والصحة المهنية. واضحة يا إخواننا بالنسبة لكم؟ طيب في هذه الخطة، كانت هي لجامعة، هذه الخطة وضعوا فيها مقدمة إنه مجال السلامة والصحة المهنية حاجة مهمة وتحتاج لتضافر جهود وتوفير بيئة عمل وكذا وكذا. طيب في الخطة جو وضعوا خطة بتاع السلامة، جو وضعوا نبذة عن الإدارة بأنه تم إنشاء الإدارة والإدارة جهودها كذا وتوفير بيئة، تنشد لتوفير بيئة كذا وكذا وكذا. طيب من شبكات داخلية عديدة ومتخصصة مع توسيع نشاطها وكذا، بعض المفاهيم من خلال الخطة جو وضعوا الهيكل التنظيمي للإدارة السلامة والصحة المهنية باعتبار أن دي خطة بتاعت سلامة في هذه الجامعة، من وكيل الجامعة لبقية الأقسام في إدارة السلامة وإدارة الوقاية والإشاعة، إدارة صحة البيئة، إدارة الصحة المهنية، يكون فوق الأول إدارات المتمثلة، الإدارات الفرعية، الإدارات المباشرة وهكذا. فده هيكل تنظيمي لإدارة السلامة والصحة المهنية. طيب مهام الإدارة، جو وضع من خلال الخطة مهام الإدارة، من ضمن المهام نذكر حاجتين، مثلا تطوير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة، مثلا بناء الفرق البحثية لإجراء الدراسات المتعلقة بالبيئة الجامعية مثلا باعتبار الخطة المنفذة في الجامعة خطة بتاعت السلامة، الإشراف على إجراءات التعامل مع المخلفات الكيميائية والحيوية والمشيعة وهكذا. طيب دي ضمن المهام الاستراتيجية المطلوبة. أبرز التحديات، طيب لما تجي تحدد التحديات هنا هتيجي تعرف هنا تحلل بشكل جيد قد قوتك وقد ضعفك وكذا وكذا وكذا. طيب يبقى من التحديات قالوا التدريب والتعليم الإلكتروني في الجامعة، نسبة الإنجاز، تم الإنجاز بنسبة كده مثلا، في بعضها تم الإنجاز بنسبة 70%، بنسبة 50%. مثلا من التحديات المشاريع، ضمن المشاريع بتاعتهم مختبر المياه، ضمن التحديات المختبر المتنقل، ضمن التحديات مثلا التحكم في جودة الهواء مثلا، ضمن التحديات تطبيق نظام الحاسب، حاسب اللي هو الحجر أناليسيس أند كريتيكال كنترول بوينت، نظام تقليل تحليل المخاطر في الأغذية ونقاط التحكم الحرجي CCP Critical Control Point. طيب فبالتالي جو وضعوا هذه الأهداف أبرز الإنجازات بتاعتهم ووضعوا لها نسب ضمن الخطة الاستراتيجية، كذلك دي باعتبارها بتخص جامعة في بعض البحوث العلمية وعددها، يوضعوا الدراسات العلمية اللي تم تنفيذها كبحوث عددها 3، دراسات تقييم توافر اشتراطات السلامة الهندسية في المختبرات، موقف التنفيذ كان تم التنفيذ والنشر، كويس إنها تكون في بحوث علمية في المجال نفسه. طيب هنالك إصدارات للإدارة في العام الأول، تم إصدار 4 أدلة في العام الأول، الدليل يخص السلامة والصحة المهنية، دليل تخزين المواد الكيميائية، دليل نظام السلامة، دليل الصحة المهنية. حاجة ممتازة كونك تكون عندك دليل ويتم نشره في كل مرة لرفع مستوى الوعي. اللوائح والأنظمة المتبعة، نذكر حاجة حاجتين، لائحة السلامة للصيدليات باعتبار أنها في الصيدليات داخلية، لائحة السلامة للمختبرات في مختبرات داخلية، اللائحة الحالية لإدارة النفايات الطبية، اللائحة التنفيذية لنظام المياه ومياه الصرف الصحي لمعالجة وإعادة استخدامه وهكذا. طيب مبادرات، سمعت بكلمة المبادرات في شنو في الخطة اللي ذكرناها قبل شوية؟ تمام يا إخوان؟
يعني مبادرات الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية. هنالك مبادرة بتاعت كود اشتراطات السلامة والصحة المهنية الهندسية في مباني المختبرات الأكاديمية للجوانب الهندسية، لأنه يكون في تصميم بما يتناسب مع التحديات المستقبلية. في مبادرة بتاعت إدارة المعرفة، حيث إدارة المعرفة بقت من التفاصيل المهمة. في مبادرة بتاعت تدريب وتعليم إلكتروني مجتمعي، في مبادرة بتاعت مختبر الفحص والمعايرة في المدينة اللي هم فيها، وهكذا. طيب، هنالك إجراءات ونماذج procedures، إجراءات ضبط ومراقبة التشغيل الخاص بالسلامة، خطة طوارئ، إجراءات عمل تجديد وتقييم المخاطر، رقابة ورصد وقياس المخاطر، إجراءات تقييم اشتراطات السلامة، إجراءات عمل سجل بيئي للمختبرات وتحديد أهداف بتاع السلام، وفرضيات إخلاء وهمية لمبنى الجامعة يعني يكون في تدريب عليه، وهكذا. طيب، في دورات تدريبية ضمن خطتهم تم تنفيذها، دورة كانت في السلامة والصحة المهنية في المختبرات، دورة في الأمن والسلامة في المختبرات، دورة المدقق الداخلي تمضى في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية 18000 واحد الأساس، اللي هو تم تحليصه الآن أصبح شنو؟ 45000 واحد اللي أخذنا منه نموذج بالأمس. طيب، خدمة المجتمع ضمن الخطة كانت في مشاريع لخدمة المجتمع، من المشاريع المشروع الأول كان تقييم جودة المياه الشرب، والمشروع الثاني كان تقييم جودة مياه الصرف الصحي للمجتمع، كونه أن المؤسسة تكون عندها خدمة للمجتمع. سمات البيئة جزء في البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. في بيئتنا الداخلية جو قال نقاط القوة عبارة عن الآتي: نقاط القوة قال إدارة الجامعة داعمة لسياسات السلام والصحة المهنية، دي حاجة كويسة. طيب، في توفر مالي أو في دعم مالي لسياسات السلام، حاجة كويسة. طيب، تفعيل التعاون بين الجامعة والمجتمع في مجال السلام والصحة المهنية، التعاون المستمر بين إدارات الجامعة لتنفيذ سياسات السلام، انتشار الوعي بين منسوبي الجامعة فيما يخص السلام والصحة المهنية، دي نقاط القوة زي ما ذكرنا قبل شوية، حاجة بتكون إيجابية للمنشأ. نقاط الضعف: قلة الدراسات البيئية الداعمة لسياسات السلام والصحة المهنية، دراسات بسيطة. تفعيل الجانب البحثي فيما يخص السلام والصحة المهنية، هنا بنأكد على أهمية الدراسات والبحوث وتفعيل وتحليل والاستفادة من البحوث اللي بتجرى في كل، يعني كم واحد بيتخرج إخواننا من ماجستير ودكتوراه بيعمل بحث، حتى ناس البكالوريوس، والبحوث دي بتمشي وين وكيف يتم الاستفادة منها. فمسألة دائما قلة البحوث دي إخواننا نقدر نقول إن فعالية هذه البحوث وتحليل قدرة الدولة على تحليل هذه البحوث ورصدها وتتبعها والاستفادة منها، لأنه في ملايين الملايين خلال كل سنة من البحوث، من البحوث إذا كانت على مستوى البكالوريوس أو مستوى الماجستير أو الدكتوراه. متغيرات البيئة الخارجية، في فرص، تمام، البيئة الخارجية قلنا بتحتوي على الأوبورتينيتيز والسيريتس، الفرص والتحديدات. الفرص قال في وجود مدينة السديرة الصناعية وتفعيل أوجه التعاون مع الجامعة فيما يخص السلامة والصحة المهنية، طيب كويس. تميز جامعة المجمع بتقدمها وسيرتها الذاتية المعروفة في البيئة، طيب دي فرصة. ثقة مؤسسات المجتمع المدني بالجامعة من خلال إشراك الجامعة في العديد من الفعاليات. طيب، التحديات كانت شنو؟ وجود أكثر من جامعة في منطقة نجد يخلق مجال تنافسي قوي، تمام، ومدينة سديرة الصناعية ما يترتب النشاط بالنسبة للسلامة والصحة المهنية. طيب، التوجه الاستراتيجي اللي قبل شوية ذكرناه في قالب الفارق، هنا نجي نشوف الرؤية: حماية صحة وسلامة منسوبي الجامعة وزوارها من خلال تأمين بيئة جامعية خالية من المخاطر وعدم الإضرار بالبيئة المحيطة. طيب، الرسالة: إنه يوفر بيئة جامعية تحقق من خلال مستوى عالي من اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتكون داعمة لتحقيق التميز في العمليات التعليمية والبحثية. القيم: الاحترام والتقدير والالتزام والمهنية والإخلاص والإتقان والشفافية. القيم دي حاجات مطلوبة يا إخوان. كده
طيب أهدافهم كانت شنو؟ أهدافهم كانت تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية. من الأهداف كان دعم جهات الجامعة المختلفة بما يخدم رفع مستوى السلامة والصحة المهنية في بيئة الجامعة. ومن الأهداف أنه يكون في حماية للبيئة الجامعية الداخلية والخارجية. كذلك من الأهداف دعم منسوبية الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة. كلها أهداف. طيب أولويات الخطة بتاعتهم كانت كالآتي. مش كويس يا إخوان؟ في أي سؤال لحد هنا؟ طيب أولويات الخطة إن يحددوا ويوفروا اشتراكات السلامة والصحة المهنية الهندسية في مرافق الجامعة ويطوروا نظام السلامة ويعززوا ثقافة السلامة ويلتزموا بالأنظمة والتعليمات. أهداف الخطة الاستراتيجية إن يرسخوا مفهوم المسؤولية الشاملة للسلام، إنه يحققوا بيئة جامعية آمنة وصحية، إنه يعززوا ثقافة السلام، وإنه يبنوا إدارة الأداء والقياس على مستوى السلام. طيب بعد ذلك في الأخير جري مصفوفة الأهداف والمبادرات. هذه المصفوفة من خلالها يقيسوا من خلال مؤشرات أداء يقيسوا هذه المؤشرات بشكل جيد والنتائج. طيب الهدف الاستراتيجي الأول، لأن نحن تكلمنا عن هنالك إن هنالك مؤشرات أداء وهنالك قياس ومتابعة وإن هنالك فترات أو قياس لهذه الفترات الزمنية من سنة لسنتين لثلاث سنوات وهكذا. الهدف الاستراتيجي الأول كان ترسيخ مفهوم المسؤولية الشاملة للسلامة والصحة المهنية، جو وضعه في شكل هدف تمام تفصيلي. يلا كيف يوضحوه؟ كيف الهدف ده يكون من خلال وضوح مسؤوليات ومهام كل الأفراد يعني المجتمع أو في مجتمع الجامعة المعنية أو في المؤسسة المعنية شركة وهكذا. طيب المبادرات كانت مثلا إعداد دليل مهام لكل أفراد مجتمع الجامعة بما يخص نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. الفترة الزمنية كان من مثلا 2015 إذا قلنا بالميلاد مثلا لغاية مثلا نقول 2020 مثلا تمام. مؤشرات الأداء هي شنو؟ قياس درجة معرفة أفراد مجتمع الجامعة بنظام إدارة السلامة، يعني هنالك مؤشرات لرفع مستوى الوعي، هنالك مؤشرات تم قياسها بأنه في معرفة بأسس السلامة ونظام السلامة. كذلك هنالك موضوعات بتوضح نظام السلامة والصحة المهنية. مسؤولية التنفيذ مثلا إدارة الدراسات والتطوير اللي تم تنفيذ المبادرة الأولى والمبادرة الثانية. مسؤولية المتابعة قسم العلاقات والتوثيق. طيب هنا إذن عندنا مبادرات، عندنا فترات زمنية من وإلى، عندنا مؤشرات. من خلال المؤشرات دي نحن بنحكم الشيء تم شنو، مستوى التنفيذ ومسؤولية المتابعة وهكذا. بقية المبادرات الأهداف الاستراتيجية الأخرى في نشر الحد من المخاطر ومن توفير المواد ومن استحداث طرق مرجعية متعلقة بالإجراءات وهكذا، دي كلها تعتبر مؤشرات. واضح يا سارة؟ أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المحاضرة، وإن شاء الله نفتح الفرصة للنقاش، وإذا كان هنالك أي سؤال بإذن الله تعالى. وهذا النموذج إن شاء الله النماذج الأخرى نتخليها معكم إن شاء الله. والسلام عليكم.